حابه تبدا بشنو؟ بشنو؟ ايوه طبعا وفانا جالس شويه عدا سعودي شويه عدا السودان لا جات متضاربه مع بعض ما خلاص لساني هو قاعد يملى شويه على السودان ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وكم لايك للفيديو؟ الفيديو هذا حقنا؟ ايوه كم ادينا رقم قليل 50 40 على قد ما ابغى الارقام الخرافيه دي تقولي لي 1000 و2000 ما لا ان شاء الله يا رب بقرب 100 خلاص 100 لايك بس يا جماعه 100 لايك لا تشيلوني معاها بس 100 لايك عشان تصور معي المره الجايه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم مصعب القاضي وفاسم يعني. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. والليلة مكان جديد ومطعم جديد ومكان نقدر نقول إيه مميز. الليلة ما شاء الله تبارك الله وفاء دائما ما شاء الله تبارك الله يعني تبهرينا بإبداعاتك وبإستايلاتك الجديدة صراحة. ناس كثيرة صراحة معترضين أولهم المخرج حقنا نون ذا يقول لك ما في فرق بين الأكل الهندي والأكل الباكستاني، أنت رأيك شنو في الموضوع؟ انا بالنسبه لي اشوف نفس الشيء بس هو في العموم اكيد في فرق يعني ما اصلا في فرق في ثقافاتهم اكيد فعليا هم نفس الاريتريين والاثيوبيين، الاريتريين تقريبا والاثيوبيين نفس الاكل بس كل واحد بيقول لك لا انا عندي زغني مختلف وعندي فهي نفس الحكايه وفي الاخير هم كانوا بلد واحده يعني فما اعرف هم ليه مختلفين. طيب. الان ما شاء الله تبارك الله يعني مطعم بابا خان متميز بتقديم الاطباق الهنديه بطريقه مختلفه زي ما انت شايفاه يعني مثلا عندك الداهي بور وعندك البهاجي وعندك كمان كرات البرياني مع الدجاج عندك مسوي لك هنا سامبل خفيف من كل بستان قطره شايف عندنا مثلا ايوه كده ميني ايوه ميني لو تكفي لشخصين تقريبا اكلهم مره يشبع يعني صراحه صح صح. الدهون دائما سبحان الله بتشبع بسرعه وعندك ده كمان اللي هو اللحم شكله مشهي جدا 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 يعني حتى اطباقهم صراحه شويه اساميها صعبه وعندك هنا التشيكن تكة مسالة جداد التكة مسالة واخر طبق عندهم يا وفاء لحم الروغان روغان ايوه هذا بس احب نبدا ما شاء الله تبارك الله يعني انا صراحه تعجبني طريقه التقديم اللي هي اللي تفتح النفس يعني الالوان الكثيره انا دائما بتعجبني في الطبق يعني حتى تفتح نفسك وتفتح الشهيه طبعا فحنجرب الان ونشوف هل الطعم نفس طريقه التقديم او لا يلا ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله باذن الله حابه تبدا بشنو؟ بشنو؟ ايوه طبعا وفانا جالس شويه عدا سعودي شويه عدا سوداني لا جات متضاربه مع بعض ما خلاص لساني هو قاعد يملى شويه على السوداني بعدين انت ما شاء الله تبارك الله طبعا وفاء عندها كمان مسلسل ان شاء الله حتنزل في رمضان ان شاء الله في التلفزيون السوداني انتظروها ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله في المسلسل فالمفروض خلاص كل لسانك يتعود على الكلام السوداني ايوه 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 طيب يلا حنبدا ناخذ ايش؟ حبدا انا معاك يلا انت اختاري المره دي. طيب حنختار داهي بوري يلا شيلي لك داهي بوري عش صراحه ولا من عقب بلا هو ده ما في داعي للبرستيج خلاص زي ما تشوفي ما في اي داعي للبرستيج شوفي يا نونو قرب على الداهي بوري دي اشوفها من جوا ايش بتتكون بسم الله انا حاكل على طول من غير ما تشوف احلى حاجه فيها شويه حراره يعني زي ما تقول سبايسي وكمان في نفس الوقت بارد وبارد في نفس الوقت دي الحاجه الحلوه فيها صراحه وعجبتنا حقيقه ايش الطبق اللي بعده؟ انا ما شاء الله حنجرتي كبيره انت ماسكه الملعقه حنختار البرياني حنجرتي كبيره انا ببلع بسرعه دائما اللي معايا ينضموا في الموضوع ده يقول لي انت ايش بقضي على السريع كده بقول لهم انا حنجرتي كبيره فلازم تكونوا سريعين معايا ندخل في البرياني
شوف اخر مره صراحه انا المطعم الباكستاني كان البرياني ما على قد كده صراحه، كان شويه الرز ناشف ايوه لكن المطعم اوكي كان معنا. الان نحن هنشوف الرز البرياني تبعهم نمكس بال ايوه الروغان ولا الروفاندر. يلا لحم الروغان بسم الله تفضل. الله ريحته يا جماعه ما شاء الله تفتح النفس. تعالي تعالي هنا تعالي هنا يا نور تعالي هنا شوف 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 كيف شوف كيف. لا مو بس هو حتى انا شوف 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 بسم الله شغل بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا صراحه بس ما هي من من السيد السيد انا اديه 10 من 10 قبل الحلقه تنتهي قبل اي حاجه صح ولا ما صح؟ نحن بالمناسبه دين مره ثانيه نجي المطعم بنحب نحن دائما نقيم المطعم اكثر من مره ونشوف هل الطعم نفس المرة نفس اللي فاتت ولا أو في مثلا تغيير في الطعم أو تغيير مثلا في سرعة التقديم أو في الخدمات. بنحتاج إنه نركز في الحاجات دي عشان بتفرق في تقييم المطعم. لا ربي لا لا طبعا وفاء مو قادر تتكلم بصوت عالي عشان المطعم زحمة يا جماعة، لفيت المطعم مرة زحمة فكل الأنظار حوالينا وكنا حاسس نفس العمل مشهور على فكرة كاميرات من بداية ما دخلنا كاميرات من كل مكان وهي مسكينة كل شوية صوروها ممكن صورة ممكن صورة. ندخل على دجاج البريان يلا كرات البريان عفوا كرات البريان قوة كرات البريان دجاج البريان كل واحد. وعلى فكرة يعني الهند تعتبر يعني من أكثر الدول الغنية في مجال البهارات، يعني معظم البهارات طالعة من الهند على فكرة. يعني أكلهم كل بهارات كل بهارات ما هم مشهورين أصلا بالبهارات. تعال كده معايا أيوة شوف الكورة الجميلة دي يا سلام. طبعا دي محشية برياني ومحشية كمان دجاج وهم مسوينها تتبيلة خاصة. حاولنا نسأل الشيف إيش السر، طبعا ما في شيف يديك السر تبعه مستحيل خصوصا لو مطعم كمان. خلينا نجربها مع الصوص دقيقة عشان لازم خلينا نجربها مع الصوص. مش بطالة نجرب اللي هو الباهي. الباهي عندكم هنا نوعين من الصوصات، ده قالوا لي بالنعناع وده صوص حار. كالعادة برضو ما رضوا يدوني ايش الوصفة بتتكون. انت ليه بتسمع مع الوصفة؟ ايوه لازم ايوه لازم. وعلى فكرة انا سويت عندي كمان في القناة سويت تشيكن برياني او دجاج عفوا تشيكن بتر اللي هو الدجاج بالزبدة. هحط لكم الرابط عشان تشوفوا الوصفه كمان. لا حيرجع عيد الطبخه اللي حطبخها معاه اكيد لازم. احنا اتفقنا على طبل يمني. لغوصنا لغوصنا يا عمي نونو. لا صوص ده خطير حق المعنى ده خطير صراحه. نجرب الحال يلا. والله يا جماعه من لون واضح عيون مطر. انا هدخل في طبقنا اللي هو الاخير دجاج المسالم. يلا هتاخدي بالملعقه تبعك ايوه البرستيج يحكم علينا كده. بس لو قلنا في بيتنا ما عندك اي برستيج ما في شيء مضيعنا في الحياه غير البرسين. عيش على الطبيعه. ايوه الواحد يعيش على الطبيعه احلى من كده. تصنع ما في تتصنع في الاخلاق حتى كمان في الاكل. فعلا يا وفاء كلامك صحيح جدا جدا. يعني هو الان الناس صارت متصنع جدا والناس عايشه الان على المظاهر. اكيد اكيد صراحه خليكم على طبيعتكم. يعني الان نحن ماخذين نص المطعم على حسابنا عارفين كيف على حسابنا وجالسين نصور. عادي ترى تقدر تاكل بيدك والله ما اعرف للاسف انا ما اعرف. عارف يعني معظم السودانيين ما يعرفوا ياكلوا اللوز باليد. انا يعني حتى لما اروح مناسبات اذا ما في ملعقه ما اقدر اكل للاسف. يعني ما اقدر اكل اللوز لازم يكون في ملعقه فهي دي مشكلتي. خلينا ندخل نجرب الطبق. بسم الله خطير صراحه خطير. الكريمه ثقيله كريمه التشك مساله جدا ثقيله حاجه صراحه. يعني تشكي اتمنى انكم تجربوها. انا بعد كده تقريبا جربنا كل الاطباق يا وفاء. خلونا اهم حاجه ننسف الصحون دي ونرجع لكم برواق ان شاء الله التقييم النهائي ونديكم راينا في المطعم بكل صراحه وبكل ايجابيه. وسع وسع متى ما بتخلص انا. وفاء كيف حالك يا وفاء؟ انا مكشومه من الاخر
مبشومة، المعنى حق مبشومة عندها طبعا بعض اخواننا يعني من جنسيات انا ممكن ما افهم كلمة مبشومة. طيب مبشومة يعني اكلت اتكترت في الاكل فحس بتخمة كده، فحس بتخمة. عبيت التنك فول اهم حاجة. ايه قطع علي بنزين احمر ولا اخضر؟ لا اخضر. تمام تمام تمام. صراحة يعني انا حابب اقول للمكان والشيف اللي عمل الاكل اقول له قول لي جاب قول لي جاب قول لي جاب. حركات ايوه تعلمت شكلك قبل الحلقة. نحاول نجيب على نفس التون حق ال اوكي هنود نفسهم. صراحة انا حخليك تقيم الاطباق. نعم صراحة تقييم له 9.5 9.5 من 10 تمام. مرة لذاذة. وايش ثاني اللي بعده؟ والبرياني قلنا البرياني تمام. البرياني تقييم له برضه 9 اللي هو الرز تبعهم إيه؟ برياني تمام برياني. وعندك الداهي بوري كم تدي؟ الداهي بوري طبعا الداهي بوري ده دي 8.5 8.5 من 10 إيه؟ تمام. وبعد كده اللي هو الباهي الباهي اللي هو كان هنا بالضبط. اللي مرة يدون الوصفة حقت نشوى المعفش هشرح لك بعدين. وكرات البرياني؟ كرات البرياني للأمانة 4. والمشكل كامل تبعهم؟ فظيع فظيع، هذا لازم تطلبوه، تجي هنا اطلبوا لكم ده مشكل. يعني أصلاً حتى يوفر أحس إنه أيوه توفير صحيح. أيوه توفير والله، ما شاء الله يكفي أتوقع حق شخصين. حق شخصين ممكن كمان ثلاثة يعني لو ما ناس كينا ممكن ثلاثة أشخاص يعني اللي هم الناس اللي معدتهم صغيرة يعني اللي مسويين تكميم ممكن يكفي ثلاثة. يعني موفر موفر للأمانة. جدا 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 موفر. انا بالنسبه لي كان جدي سالتين عن التقييم حقي حكون معاك اللي هو في لحم الروغان حدي 9/10 والحاجه الثانيه حدي كمان اللي هو تشيكن تك مسالة حدي كمان 8/10 وحدي الداهي بوري 9/10 وحدي كرات البرياني 6/10 للاسف يعني ناقصها احس ناقصها تتبيلات في بهارات ناقصه يعني احسها كده بدون طعم بصراحه انا يعني حتى حاولت اجربها مع الصوص عشان الله اظلمها بس برضه لسه ما جاني اللي هو طعم الاكل. ممكن صراحه عشان نشوف. انا قيمت مطعم مصري المره الاولى كان الاكل مش على قد كده، رجعت المره الثانيه لما قيمت كان لذيذ ايوه. فممكن يعني مو كل سبحان الله يعني 100% نحن جينا المره اللي راحت بس ما كان الطعم كده للامانه كان صراحة. افضل صح كان افضل من كده. اما طبق المشكل صراحه بالنسبه للسعر وبالنسبه للادامات اللي فيه طبعا تقريبا نفس الادامات اللي احنا طلبناها سعره مناسب وزي ما قالت وفاء يعني بيكفي من شخصين الى ثلاث اشخاص اللي هم مش احس انه اختصر المنيو ايوه اختصر المنيو جدا يعني من كل بستان قطره قطعه ايوه. وانا صراحه انا الباهي ما ناسبني ما حسيت بيه اللي هي التتبيله الزياده يعني ما ناسبني صراحه. انت عشان ما غمصت بالصوص؟ لا كمان غمصت بالصوص قلت عشان لا اظلم خلينا اغمص بالصوص فدي كمان 6/10. هنبدا بالمساحه بالنسبه للمساحه اول حاجه وغير عن كده كمان هل المطعم نفسه عنده اكثر من فرع ولا لا؟ دي حاجه جدا مهمه. انا صراحه كثير من المطاعم حابب انها قيمه بس للاسف زحمه وما عندهم غير فرع واحد فالحاجه دي يعني ما حقدر اقول انها يعني مثلا بتاثر على المكان لكن يعني تكون انت تقريبا خسرت زبون تقريبا تكون خسر زباين لما يكون مثلا المطعم عنده فرع. فهل انت الحاجه دي بتشوفيها هل بتاثر ولا لا؟ انا كنت بضيفها للتقييم في بعض الناس يعني ايدتنا عليه وفي بعض الناس قالوا لي لا تذكره فانا لا انا عن نفسي انا بشوفه صراحه بتاثر لا بتاثر معلش يعني ايش جدة كلها تبغى تاكل من ذا المطعم صح حياخذوا كم شهر يعني صح صح على بال ما يجوك المحل فقررت انه انا اضيفه كمان للتقييم ان شاء الله عشان يكون كمان التقييم اوفى واشمل يعني بالنسبه للمكان. كيف تشوف السعر بالنسبه للطلبات وال هل مرضي؟ مره مرضي ممتاز جيد جدا لا ممتاز والله. انا اديه صراحه اديه جيد جدا في بعض الاشياء غاليه وفي بعض الاشياء تعتبر رخيصه. مساحه المكان يعني للاسف تعتبر شويه صغيره تعنونه ايوه صغيره يعني ما شاء الله تبارك الله على فكره المكان زحمه احنا هنا بس ماخذين الكورنر ده لوحده ايوه مكان جدا زحمه يعني حتى اضطر اني اجي يوم ثاني عشان اصور المكان وهو فاضي قالوا لي تعال لما نفتح فهي دي كمان مشكله ثانيه يعني كل الناس مقابلين لبعض ايوه ما في كده خصوصيه ما تقدر تاخذ خصوصيتك في المكان وما اعتقد في بارتيشن ايوه مكان لا ما في ايوه ما في بارتيشن كمان النظافه حقت المكان ايوه لا ما شاء الله جدا 10/10 ايوه النظافه نديها 10/10 باقي حاجه بعد كده ما ذكرناها طبعا هو البابا خان عنده فرعين هنا في جده بالنسبه للتقييم كامل كتوتل انا ادي المكان 7/10 7/10 ايوه
7 من 10 جدا مناسبة على فكرة. 8. انت 8، انا عن نفسي انا اخذ 7 من 10 عشان حكمت الاشياء بترجع لي انا صراحه. خذ كلمه، لا تاخذ كلمه. لا انا ما اخذت الموضوع، طبعا انا اخذت موضوع المساحه، واخذت كمان اللي هو موضوع الاطباق والاشياء الثانيه. وغير عن كده نحن جربنا كمان اطباق في الحلقه اللي قبل، نحن ما جربناها الحلقه دي صح، فبرضه يعني ما ناسبتنا انا، عشان كده اديت التقييم 7. ايوه 7 من 10، وتعتبر 7 من 10 ممتازه. في اكيد مطاعم منافسه للمطاعم الهنديه، في شيزان، في كمان في الرياض في مطعم اسمه كوهي، ففي مطاعم جدا كثيره. فانا ما حابب صراحه اديهم تقييم زياده واظلم مطاعم ثانيه، هضطر انه اطلع فوق العشر. ودي صراحه يعني نبهني لها زميلي في العمل الله يديه العافيه الاستاذ مصطفى حافظ، شكرا جزيلا على المعلومه دي صراحه، كلامك حقيقي صحيح. انا كنت صراحه من عندي كده عارفه كبدايات، دائما الواحد يعني بيتعلم مع مرور الزمن. كلنا ايوه، فاي اكيد اي واحد صراحه يعني عندك مشروع حابب تبدا فيه، عندك محتوى حابب تبدا فيه، عندك اي حاجه، انا الان بصور بكاميرا الجوال، مو لازم تكون عندك اغلى كاميرا، مو لازم تصور في احسن مكان، مو لازم مو لازم مو لازم اشياء كثير. وشويه شويه بدات اطور في نفسي والحمد لله الامور ماشيه تمام. خلاص ولفوا ماخذين على انه ايش عندك امكانيات تقدر تصور بيها، في نهايه المحتوى الله لا يعلم في اكيد صح. يعني الواحد تلقاه ما شاء الله تبارك الله عنده حاجات غاليه بس المحتوى جدا سيء. فانا بقول لكم لا تفكر اصحابي بتشتغل على نفسك، الموضوع راجع لك. ومعلش طولنا عليكم ونخدم حلقتنا، نقول لهم نتمنى لهم يوم سعيد. ايوه اخبار حلوه يا رب توصلكم، ويلا نشرب ولا ايوه الشاي حقنا. ولا تنسوا طبعا الشاي الكرك، اهم حاجه بعد ما تنسوا لازم تطلبوا من عندهم شاي كرك حقيقه. والله يعني مو مجامله، مليون في المية دي، مليون في المية حقيقة. أول شاي يناسبني، أنا إنسان أحب الشاي، مدمن شاي مش قهوة. فأنصحكم بشاي الكرك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وكم لايك للفيديو؟ الفيديو هذا حقنا؟ أيوة كم ادينا رقم قليل، 50 40 على قد ما أبغى الأرقام الخرافية دي، تقولي لي 1000 و2000 ما لا ده. إن شاء الله يا رب بيضرب 100 خلاص. 100 لايك بس يا جماعة، 100 لايك لا تمشلوني معاها، بس 100 لايك عشان تصور معي المرة الجاية. الله يديكم والعافية. يلا يلا السلام عليكم.